أنا من العاصمة باكو موفدنا إلى هناك أحمد غنام. أحمد، ما هو جديد التطورات الميدانية في إقليم كرباخ مع تصاعد المعارك هناك والجهود الدبلوماسية الروسية التركية لاحتواء الموقف وتنفيذ إطلاق النار وقف إطلاق النار؟ ماجد، قبل قليل كان هناك بيان من قبل نائب الرئيس للشؤون الخارجية حكمت حاجييف، تحدث فيه عن أن بعض القذائف الصاروخية التي أطلقها الجيش الأرميني على منطقة ترتر أصابت موكب لتشييع إحدى الجنائز هناك وتسببت بمقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين. هذه الحادثة وقعت قبل قليل في منطقة ترتر. وأيضا كان هناك بيان من وزارة الدفاع الخارجية بأنها دخلت على 8 قرى جديدة على محور جبرائيل وتم السيطرة على هذه القرى 8. وهنا ربما يمكننا القول أنه لم يعد يوجد أي بوادر للاتفاق وقف الهدنة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها وذلك بوساطة روسية، خاصة أن كلا الطرفين يصران على تبادل القصف المكثف على خطوط الجبهة اعتبارا من خط ترتر محور ترتر حتى وصولا بمحور فزولي وكذلك انتهاء بمحور جبرائيل. على المستوى السياسي، الرئيس الأذربيجاني كان له تصريحات أكد فيها بأن أذربيجان تمتلك الإرادة القوية والقوة العسكرية التي تمكنها من الوصول إلى نهاية الطريق. وهنا ربما يشير الجانب الأذربيجاني إلى أنه سيستمر في هذه المعارك حتى يسيطر على كامل الإقليم التي يعتبرها أراضي محتلة من قبل أرمينيا. فبالتالي ربما هذه التصريحات السياسية من قبل الجانب الأذربيجاني تأتي كرد على التصريحات. أحمد غنام، يبدو أننا فقدنا الاتصال. والحفظ السلام إلى منطقة كرباخ. أنت معنا أحمد، لقد فقدنا أكثر كلمة مما ذكرت في رسالة، ولكن أريد أن أسألك عن الوضع الإنساني أحمد، كيف يبدو هناك؟ ماجد، بشكل عام المناطق الحدودية المدن والبلدات أصبحت خطيرة ويصعب العيش فيها. يوجد الكثير من العائلات التي نزحت من تلك البلدات والقرى، حتى يوجد بعض البلدات والقرى التي تم إخلاؤها بشكل كامل وذلك لخطورة الحياة بعد أن أصبحت القذائف الصاروخية العشوائية تقصف أو تنزل على جميع تلك المناطق الحدودية. فبالتالي منطقة ترتر تحديدا أصبحت خالية من السكان منذ بداية اشتعال هذه المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا. لكن في العموم يمكن أن نعتبر حتى المدن في داخل أذربيجان أصبحت في خطر، خاصة بعد إطلاق الجانب الأذربيجاني بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ومتوسط المدى والتي طالت إحداها مدينة غنجة التي تبعد عن حدود الخط الاشتباك أو خطوط النار أكثر من 60 كيلومتر. فبالتالي أصبحت المناطق هناك في غاية المعيشة فيها غاية في الصعوبة، وهذا ما يزيد من ظروف الإنسانية لأولئك الناس الذين يعيشون على تلك المناطق الحدودية. شكرا لك موفدنا إلى باكو أحمد غنام.